ننولد، نعيش، نكبر، نجيب ناس يسوون نفس هاي الشغلات أو ما نجيب يعني قرارات شخصية، وراها نكمل نعيش لحد ما نموت ويخلص كل شيء، ويبقون البشر يفترون بهاي الدائرة. وممكن بنص هاي الدائرة يجي واحد يسأل ويقول أنا ليش دا أعيش؟ ليش دا أكمل إذا أعرف إنه ماكو شيء بالنهاية؟ ليش ما أنهيها لهاي الحياة بأي لحظة؟ يعني حياتي. ملاحظة، نحكي من منظور فلسفي يتعلق بأساطير يونانية، فبعيدا عن الدين نعرف ان احنا اكو هدف. اوكي، لماذا بحق الجحيم نعيش الحياة؟ في أساطير الإغريق كان أكو ملك طاغية شرير خبيث اسمه سيزيف أو سيسيفوس. هو ما كان إله بس كان ملك على فد مدينة، وكان كلش خبيث وشرير، كان يقتل اي احد حتى لو بدون اي سبب، بس انه هو ما عجبه قبل يقتله. كان ما يحترم ضيوفه اللي يجوا، ما يكرمهم حتى، كان يبوق فلوسهم ويقتلهم، وكان ما عنده احترام لاي احد، بس شر وخباثه على الكل. وهذا الشيء خلى زيوس اللي هو ابو آلهة الاغريق يضوج منه شويه، بس انه يعني عايفه، يعني ضايج منه شويه بس عايفه يعيش حياته. الى ان فد يوم من الايام زيوس يروح يخطف بيت اله النهر حتى يسوون شغلات مو زينة، وسيزيف يعرف بهاي السالفة فيحاول يستغل منها ويطلع من عندها فائدة ويخبث بنفس الوقت. فيروح سيزيف الإله النهر شخصيا ويقول له انه انا اقدر اقول لك من اللي خطف بنتك، ولكن بشرط انه تسوي لي نهر يمر بمدينتي. فإله النهر يوافق ويعرف انه زيوس هو اللي خطف بنته، ويروح يتعارك وياه وعركه وما ادري شنو، وتصير سالفه كبيره من هذا الموضوع. فهنا زيوس كلش ضاج من سيزيف وهاي السوالفه، ويقرر انه يدز له ثانتوس اله الموت حتى ياخذ روحه ويدز العالم السفلي. فثانتوس يروح السيزيف يقول يا ابو السلام عليكم، انا جاي قتلك اوديك العالم السفلي، تفضل ويانا على قيدك بهاي السلاسل. فسيزيف ينصدم وما يقبل انه يموت بهاي السهوله، شنو تموتوني بهيك سهوله؟ فقرر يستخدم خباثته حتى يفلت من هذا الموت. فيقول الثانتوس انه اوكي يلا انا راح اجي وياك، وبدون ما نتعارك بدون ما يشردون عندك، بس شو رايك اول شيء انه قبل ما تقيدني نجرب هاي السلاسل عليك حتى نشوف هاو تشتغل؟ لا خلينا نجربها اول. فثانتوس هذا اله الموت، هو فطير على نياته يجربها على نفسه صدق، وسيزيف قبل يسدها عليه ويشرد ويروح يكمل حياته طبيعي. فاختصارا سيزيف يبقى يسوي هواي شغلات مو زينه ويخبث على الالهه وما حد يقدر يكتله، الى ان بيوم من الايام زيوس يقرر انه يحط له عقاب، يقول راح اعطيك عقاب تسويه تكمله هذا وانا تصاف، بعد لا اريد اموتك ولا شيء، تعيش حياتك طبيعي. العقاب هو انه بس اريدك تشيل صخره من بدايه جبل توصل للقمة مال الجبل، ومن توصل للقمة هذا ويخلص عقابك وروح عيش حياتك. فسيزيف يشوفه شيء بسيط ويقول انه عادي خلص هذا العقاب وحتى اخلص منهم بعد ما يضوجوني. فيجي سيزيف ويحط الصخرة على ظهره ويصعد الجبل، وباللحظة اللي قبل ما يوصل للقمة حتى يحط الصخرة توقع من ظهره وترجع للبداية، فيرجع يشيلها مرة ثانية على ظهره ويصعد الجبل، وهم قبل ما يوصل توقع للبداية ويرجع يشيلها ويصعد الجبل، وقبل ما يوصل ترجع توقع للبداية، ويبقى يعيد هذا الشيء إلى أن يكتشف أنه هو بلعنة عذاب وعقاب دائم، أنه راح يبقى يسوي هذا العقاب طول حياته وإلى الأبد ما راح يخلص. وهو هذا العذاب أو العقاب أو النشاط السيزيفي. ومن هنا يجي البار الجميل في أحد أغاني السينابتك اللي يقول بي فهو هذا السيزيف والحمل اللي شايل على ظهره طول حياته نتيجة لأفعال الموزينة وتعاقب بي. ومن هاي القصة تجي هواي رمزيات، مثل أنه طلوع الشمس وغروبها يومية هو سيزيف هو قاعد يشيل الصخرة وترجع توقع، أو ممكن يرمز النشاط روتيني ممل يبقى ينعاد يومية، مثل لما تكون بوظيفة أنت أصلا تكرهها ومملة بس لازم يومية تسويها وتبقى تعيدها يومية. وممكن هم على نطاق أوسع تكون ترمز لحياتنا كلها اللي ممكن نكون بيها بس دا نتأذى، بس مكملين بدائرة فارغة قد تكون عدمية. ولكن على الجانب الآخر يقولون الطريقة الوحيدة حتى تتقبل بها قصة سيزيف أنه تتخيل أنه هو سعيد وراضي بالعقاب اللي هو قاعد يسويه، وأنه هو سعيد ومستمتع بكل ما قاعد يشيل الصخرة وتوقع ويرجع يشيلها، أنه قرر يتقبل واقعه ويستمتع به. لازم نتقبل حياتنا ونستمتع به، لازم تتقبل الوظيفة اللي أنت مجبور بها والروتين حتى تقدر تستمتع بها. نتقبل الحياة كلها بغض النظر عن فكرتها،
ونحاول نستمتع بها حتى نقدر نكمل ونعيش. بس ليش لازم نكمل أصلا ونعيش؟ ليش لازم نكمل كل شيء ونعيش؟ حلو حلو حلو، عشتيك على الهواء. يلا بعد بس الخاتم ونكمل الحلقة. ليش 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 نعيش إذا أصلا ماكو هدف؟ لمن أشتغل وأسوي وأتعب؟ بل ليش أنا أصلا مو سعيد؟ ليش أنا تعبان؟ حبيبي هذا هو، عشتيلك بعد كات ونكمل تحكي الخاتمة. لايك سبسكرايب هاي تخلص حلقة. ليش لازم نكمل بهاي الحياة كلها؟ هاي الفراغ العدم اللي إحنا بيه ليش لازم نكمل بيه؟ إذا ما كان أكو ليش لازم نكمل أي شيء أصلاً؟ حبيبي علاو أبو حسين خادمكم صغير أنا، بس كمل يلا احكي الخاتم حتى نكمل. آهي ما عندنا شي بعد. ليش لازم أي شيء يكمل أصلاً؟